واش الدراري، صباح الخير عليكم. اليوم السبت كيف ما كتلاحظوا الشا كان عندنا رونديفو كيف ما قريتو في التيتخ مع KTM. نمشيو نديرو لهم تيست رايد لواحد الموتور. شركاهم بزاف KTM على الثقه ديالهم، ف ما عندنا الزهر كتصب الشا، ولكن غادي نكومين مع با علي غادي عندهم ما ربما تسحى وناخذوا الموطور ندير لكم تيست رايد. ف تلاقاو تما. الدراري مرحبا بكم على مات KTM ديوك 250. شكرا بزاف للKTM دارت فينا الثقه، خلات لينا هذا الموتور الزوين اللي ما يمكنش اي واحد يخلي لك باش دير به تيست رايد. ف نبداو على بركه الله. دونك نبداو بالبريزونطاسيون ديال الموتور. عندنا لي ريترو كبار كيبينوا مزيان، عندنا اون بوينيه دو غاز لوجيك، عندنا امبرياج، عندنا ابل دو فار، عندنا فار، عندنا لي كلينيوتون، عندنا كلاكسون اللي كيسمع مزيان نيش الضو باش نقدموا الموتور حسن. ريكابيتولاتيف، عندنا دو ريترو اللي كيبينوا صافا مزيان، عندنا امبرياج، عندنا ابل دو فار، عندنا فار، عندنا لي سينيو، عندنا كلاكسون بوغوس، عندنا كوب كورون، عندنا ستارتر، عندنا فرين افون، عندنا بوانيه دو غاز، عندنا فرين اريير، عندنا سيليكتور دو فيتيس. دونك هنايا عندنا الان، عندنا سينيال، عندنا الفار، عندنا نيفو دو كاربورون لا كونسوماسيون اللي كتعطيك. هنايا عندنا الكاربورون، هنا عندنا لا تمبيراتور، وهنا عندنا الرابور انغاجي، وعندنا اللي مشات لي سميتها تور مينوت. تور مينوت دونك نعاودو، تور مينوت كيلومتر بار اور، كاربورون شحال لا كونسوماسيون، ليسونس دالينا البلان شكرا بزاف، وعندنا لا تمبيراتور. دونك سي 250 الدراري كيف ما قلت لكم، مركب معايا صاحبي اللور وفريمون موطور خفيف بزاف بزاف. موطور ما لقيتش بارك الله، مازال دبل في يلاه دار 800 كيلومتر، دونك مازال اون غوداج وطلقنا صاحبي خلينا نديرو لهم تيست رايد. دونك غادي نقول لكم الموتور كيفاش جاني، لا بويسونس ديال الموتور، واش موتور مانيابل، شكون نصح به، لا شي ليق، واش المدينه واش تقدر تسافر به، واش كيعطيك واحد لا سونساسيون ولا لا. دونك في لا بيس شوز كي امبورطون تسافوار بور لو فريناج، دونك ما تخافش بان لا رو الفا غليسي ولا شي حاجه، ما غاتصدقش الرويده استاذ،
Première impression, on a fait une petite accélération du moteur. Ça va, hein. Le 250, on a fait une chute. Donc, il a fait une chute. On a marqué ça avec le moteur. Le Charmin 250, on a fait une sensation. Doran, ça va, qui dort. Je vais vous montrer le moteur. Donc, point fort. شوز اللي مزيانه اخرى عندنا الرابور اونغاجي حنا في لا تروازيام ما كتفرانيش على القرص فريناج اللي هو خفيف عندنا الان هنايا صافا عندنا واحد لا سونساسيون زوينه كيعطيك واحد سونساسيون زوينه ما كيعطيكش ديك الخطفه اللي زعما غادي يخطفك دونك موتور مانيابل دونك الناس اللي يلا باغيين يبداو الناس اللي يلا واخدين البيرمي الناس اللي يلا باغيين يتعلموا هذا الموتور مديور ليكم عندنا نيفو بوا بويسونس مزيان زعما عندك الطريق قدامك ماشي محني ماشي راجع اللور ماشي سايق ثقل سايق شي حاجه اللي خفيفه وكتجري وكونفورتابل كما قلت لكم الفريناج معتبر عندنا حتى لوطونومي ديال الكاربيون 292 كيلومتر ديك المراكش ترجع عندنا اون سيل اللي هي طالعه ما كتحسش بالدودان امورتيسور زوين بوغوس ما فريمون ما كتحسش بالدودان كاع صافا ما كنديباسيوش لي 8000 تور وكنحسو بواحد لا سونساسيون لي زوينه دونك ما يحتاجش انك تخلق موطور باش تحس بديك الشيء اللي بغيتي ايوا شت عندك يعمرنا هذا واش هذا لكم واحد ويك تيست في لوتوروت بون بوين غادي نسين بحال غادي ب 80 والله تقدر تزهق غير بالضحك ماشي بحال داك الكاميون اللي عندي في الدار ايوا عندك الحديد هادي داك الفيلم فاينل ديستيني ولا ما عرف شناهو ناري واو شد كنقول داكشي اللي كاين غادي نقدر نعطيكم لي بوان فيبل الى بانوا لي واحد الساعه ما بان لي حتى شي بوان فيبل البوان فيبل اللي نقدر نقول لكم انا مولف على موتور كبير دونك هذا ما جانيش زعما كي واو ولكن عجبني صافا زوين موتور خفيف زوين بوغوس من الاخر ما نكذبوش على ريوسنا خيناج معتبر يا سادة زعما هاد الموتور هذا زعما تقدم كيبهرني انا ما كيبهركش انتينا كيبهرني كيبهرك انتينا زعما ولا الا مانيفيك وما فاطرش الخوش والله ما فاطر ما درت رونديفو معاهم مع 10 ونص قلت لصاحبي راه 8 غادي نفيق غادي نفطر ما فقت حتى 10 اوكي دونك الدراري غايجيكم الصوت شويه مبدل لانني بدلت الكاش ديال الجو برو لانه بدات كتصب شويه ديال الشتي تي تي وا قلت لكم بالنسبه للناس القصار راه فريمون واحد كاين فرق كبير دونك عندنا هنايا الماكينه اللي هي بيان بروتيجي بار ان كاش الجحش عندنا هنايا كاتيم داكشي سبيسيال كاتيم باط رايدر تصب عليه الشاي ضربو البرد المهم تيست رايد يكون ف الدراري نتمنى هذا الكويك تيست رايد يكون عجبكم غادي ندير واحد ريكابيتولاتيف ديال لي بوين فور و لي بوين فيبل دونك بور لي بوين فور قلت لكم عندنا ان طابلو الكترونيك اللي كيسهل عليك تقرا اي حاجه على الموتور فيه بلان دو مود اللي غادي اللي شرحنا موتور اللي هو مانيابل الناس اللي يلاه باغا تبدا في الماتر احسن حاجه تقدر دير هي تاخذ هاد لاكاتيم 250 Je ne fais pas une pub pour KTM, 250, mais en général, il y a une marque qui est très bien. Le moteur, laisse la puissance, laisse le poids. Et en 250, c'est très bien. 250, c'est très bien. Quand je suis arrivé à la fin du moteur, je suis arrivé à la fin du moteur. Je vais te dire, il y a une chose qui est très bien. Mais il y a une chose qui est très bien. 250, c'est très bien. La sensation est très bien. Le moteur est très bien.
موطور اللي هو كيكم في الدوراج صافا كتحكم فيه ما كتحسش بيه كيزلق شاد في الارض. موطور اللي هو عنده امورتيسور مزيان زعما ميم في لي دوزار ما كتحسش بهم. موطور موطور اللي يلا كسيري لكم يلا نقول لكم كيخطف صاحبي رجع بوار فموطور اللي كيخطف شويه كو دو بوزيتيف على 20 بوان فيبل يونا با لا فيريتي باش نعطيكم شي بوان فيبل خص الموطور يبقى عندي كثر من عام ولا كثر من 6 شهور يلا يبان لي شي ديفو اللي فيه. دابا ما بان لي حتى شي ديفو الصراحه تقال ما كنسبقش فيكم ما كنكذبش. وهذا ما كان با دراري نتمنى الفيديو تكون عجباتكم. شكرا بزاف كاتيم ماروك خلات لينا هذا الموطور نديرو به تيست رايد اليوم. نتمنى الفيديو يكون عجباتكم خليكم احوال طيبه الى الفيديو المقبل. تشاو.